السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حجيه؟ الله يديك العافيه. شلون امورك؟ احوالك؟ احمد والديك عيوني. ابو جاسم شلونك عيني؟ الله يسلمك. احكي لنا على حالتكم حجيه. عيوني انا احنا ابن ايجار والله عائله تكون حوالي من 7 نفرات، عندي هذا ابن مريض وسوى عمليه. كليه واحده من عندنا راح يشيلونها نطلعوا منها 30 حصوه. ويعني وين الحصوات حجيه؟ هاي الحصوات وتشوفها صاحب جهال. عندك للجهال وبعض الله تيم والله ويمكم. هاي 30 حصوة طلعوها من كليتين. عمليتها بالتهنية وتشوفها مدين وهم بعد الله تيام الله ويمكم. أبو جاسم عندك شيء تحكي لنا؟ إي والله عندي شيء. قول. أنا مريض، هاي كليتي راح تنشال منتهي. وأنا أشوف هاي عمليتي هاي صاندة حاط لي إياها. أقعد وين عمليتي كرامة؟ أقعد محمد. تكرم المرافق هسه والله يودونه ما يقدر اروح. شو وحيدك؟ هذا المكان العملية ذيك كان طلعوا الحصب منه. تعرف انا يم متزوج وعندي تجار وقاعد ويا اهلي هسه. وما ضرر تجار. زوجتك موجودة؟ هاي موجودة هاي زوجتي. ايوه عايشة هذا رجل ما حد حتى معين ما عندي بس هو. هاي قاعدة ويا عيالي وذول تجار. واحنا بالايجار هو قاعد. لا بالايجار ساعة الساعة يطردوني. أيوة أنا بالإيجار زيد الإيجار مالتنا وما عندنا مكانية وما بعد زين حجية إذا ردنا نبيكم عندكم قاعدتم والله إحنا عندنا 100 هم أهل الرحم رحمتنا وطوه يا شافوه مريض بس ما عندنا مكانية نبنيها وظلت بعد يهم مروتكم وأهل الرحم ما يقصرون وظلت يهم الله ويامكم بلك تحاولون تساعدون هالعائلة تشوفوا خطية مريض ومرته وهي جهالة ثلاثة وين القاع حجية مالتكم؟ والله هنا هم أبو مشام بالزراعي ينبيكم حيدر وانا سمعت بيكم انتم هم يعني ما تقصروا ويا الفقير وانتم جئت لكم ويبقى الله وياكم بعد ظلت الله يديكم العافيه الله يخليك الله كريم حجيه ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله الله يخليك وظلت بعد اهل الرحم ما يقصروا والله تشوفها امتين وهاي يوم الاحد هم عنده مراجعه انا عندي شاعة ملونة لازم اسويها ها شوف وما اعرف مصيره هسه هاي الكريته راح تنشال والثانيه هم تعبانه والله وهاي التقارير كلها يمك وقت تشوف تعبان حالك تعبان يعني العفو محمد تلقى مشتريها لو مطلق لا والله مطلق اياها قال لي شكت ما هاي عذر شاف حالتي قال لي شكت ما صار عندك فلوس اذا ما عندك عم محاوله المهر خطي يا رجال هم قصروا بالقاع وهي قاع زراعيه حتى لا طابوا قولوا لا اي والله مو طابوا هيك قاع زراعيه وانت تشوف عندها هاي ثلاث حتى هذا من ضمنهم مريض اختي عندك حكي تحكي لنا حجي لك عندك حكي تحكي والله انا قلت لك احنا هاي حالتنا تعبانه فرد مره والله تيام الله ويا مروتكم وهو حتى هذا هسه حتى هذا ابن عقباوع حتى هذا ما قلت لك مريض رجليه في النوم بالتهيئ هو شو ما ادري الشجاعة الولد على الخطية وحالته والله تيام مروتكم هاي تقارير يوم الاحد هم راح يقررون يشيلون الكلية لا ان شاء الله ماكو شيء حجي والله هاي والله شوف هاي التقارير موجودة لا ان شاء الله ان شاء الله سالم ان شاء الله رحمة الوالديك الله يديكم العافية ان شاء الله ان شاء الله سالم وان شاء الله ماكو شيء الله يكسر من امثالكم عيوني ادعي لنا حجي الله يسهلنا وان شاء الله يقدم لكم الخير يا خاله الله يكسر من امثالكم والله يرحمكم ويرحم كل من بيرحم على الفقير الله يعطيكم العافيه الله يخليك يا خاله وانتم ان شاء الله ما تقصرون الله يخليكم ان شاء الله الله الف رحمه لوالديك وهتشوفون هالعائله بعد تشوفوا يمك هتشوفوا هو ما توجه على خطيه 5 دفعات محمد عندك شيء تحكي لنا؟ لا والله عندي قلت لك اياها حتى الحين ما بيت والله مريض اختي العزيزه عندك شيء تحكي لنا؟ والله هي ظلت يم الله ويمكم وتتعاون على حالنا. الله احسن الكل ان شاء الله. الله يخليك في يوم وليلتين. الف رحمه على والديك. الله يخليك. اي والله. وانتم بعدها انتم الرحمه يم الله ويمكم. ترحمون هالعائله. الله يخليك. الف رحمه لوالديكم.